السلام عليكم، كي درتوا لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بالف خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد في موديلات جداد، نتمنى يعجبوكم. اول حاجه ما تنسونيش من الدعم ديالكم، اللايكات ديالكم، من الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس بالنسبه للناس اللي يلا اول مره يشوفوا القناه ديالي، والبارتاج في مواقع التواصل الاجتماعي في الواتساب ديالكم. مرحبا بكم البنات. بالنسبه للتوصيل راه في الامانه، والدفع عند الاستلام بالنسبه للمغرب، خارج المغرب راه سنرسل ركوموندي، دونك هادشي اللي كاين. غادي اليوم غادي تشوفوا معايا، غادي نبدا لكم بالاطقم. بزاف سولوني على الاطقم ديال 5 ديال القطع، فيهم البراسلي، لاشين بالبوندونتيف، والخاتم، والحلقات. الثمن ديالهم 280 درهم. بقاو معايا البنات، راه من غنوريكم بعدا الموديلات، غنوريكم الجديد، ومن بعد غنديروا السحب المسابقه، نشوفوا الفائزات ديال هذا الشهر. غنحط لكم الرابط ديال القناه ديالي الثانيه في اول تعليق، ان شاء الله غادي نعلن على واحد المسابقه فيه. دائما على المسابقه غتبقى مستمره. كاين هاد الطقم هذا، تا هو فيه 5 ديال القطع، تا هو الثمن ديالو 280 درهم. المسابقه البنات غتبقى مستمره في هاد القناه وفي القناه الاخرى، يعني غيوليو جوج مسابقات. غير انكم بقاو تخليو التعاليق ديالكم باش تدخلوا للسحب. كاين هاد الطقم هذا، حتى هو فيه 5 ديال القطع، وكاين هذا كارتي في تاول الكورميطا، والخاتم، ولاشين بوندونتيف، والحلقات، والبراسلي. بالنسبه للبراسليات والخاتم، كاين هذا الموديل هذا ديال البنانه، الثمن ديالو 200 درهم. بالنسبه للنبالات بلديين البنات، كاين هذا الموديل هذا فيها الحجر، بيان سيرسي في الالوان، الثمن ديالها 220 درهم. ودابا البنات غادي ندوزو للمسابقه، غادي نشوفوا شكون الفائزات هاد الشهر. البنات غادي يكونوا 3 ديال الفائزات معايا، وكي قلت لكم راه دائما غادي يبقاو يعني كل مره على حساب العدد. ودابا غادي يوليو مسابقه في القنوات بجوجهم، يعني مسابقه في هاد القناه ومسابقه في القناه الاخرى. يعني تبعوني في القنوات بجوج، حطوا لي التعاليق. غادي نوريكم دابا الهدايا اللي اقترحت لكم هاد الشهر. بالنسبه للجوائز ديال هاد الشهر البنات، درت لكم 3 المضمات، يعني غيكونوا 3 ديال الفائزات، فائزه من السيدات اللي تقدوا عندي، وجوج فائزات من التعاليق. درت التعاليق اكثر من السيدات اللي تقدوا، لانه حتى دوك اللي تقدوا عندي راه تيحطوا التعاليق، دونك 3. وصراحه والله العظيم ما كرهتش ان كل وحده نعطيها هديه في يديها، لانكم كلكم تتستاهلوا تربحوا، كلكم تتستاهلوا من عندي هديه. وتنتمنى ان كل وحده ان شاء الله كل مره يفوزوا معايا بنات. ما كرهتش كل شيء يفوز صراحه، هادشي اللي كاين يعني تستاهلوا الذهب، ماشي غير البلاكيوغ. المهم قبلوا عليا هادشي اللي كاين في هاد الشهر، وان شاء الله يعني المسابقه جاريه، كل شهر غادي يكونوا فائزات. ودابا غيوليو في القنوات بجوج، يعني راه غتكون مسابقه في هاد القناه ومسابقه في القناه الاخرى. غدا ان شاء الله غادي نلونسي لكم مسابقه في القناه الثانيه ديالي، وغنقول لكم الشروط ديالها. بالنسبه للشروط ديال هاد القناه، يعني المسابقه راكم عارفينها، يعني التعاليق، الاشتراك في القناه، وجيم الفيديو، وتبعوني في الفيديوهات كلهم. والشروط غتعرفوهم ديال المسابقه اللي في القناه الاخرى، غادي تعرفوهم ان شاء الله غدا. ودابا غادي ندوزو للسحب. بالنسبه للفائزات اللي يفوزوا معايا، راه غادي نرسل ليهم يعني هذا ديالهم، وانا غادي نخلص الامانه، يعني غادي توصلوا غير بالجائزه ديالهم، ما يخلصوا حتى حاجه. دابا ندوزو للسحب البنات، بالتوفيق للجميع. دابا غادي ناخذ وحده من هنايا بالنسبه للكليانات، وهنايا غادي ناخذ جوجات بالنسبه للتعاليق. هزي وحده تحليها، شوفوا الاسم، رياضي نعيمة من بوفكران. رياضي نعيمة من بوفكران هي الفائزة من الكليانات، مبروك عليها. ودابا غادي نشوفوا، نعزلوا جوجات من هنايا بالنسبة للتعاليق.
غادي نشوفوا اللي غادي يفوزوا من التعاليق. يلا عطيني وحدة، تعالي في يدينا شوفوا شكون الفائزة. أم بناتي، أم بناتي الفائزة من التعاليق، البروفيل ديالها في أم بناتي، مبروك عليها. دابا نشوفوا الفائزة الثانية، دابا الفائزة الثانية، يلا خلطيهم. عطيني وحدة جاتي طاحت، يلا هزي عطيني وحدة. الفائزة الثانية أمتو الله، أمتو الله في البروفيل ديالها، أمتو الله. دونك الفائزات مبروك عليهم. كاينة رياضي نعيمة من هادو الكليانات ديالي من بوفكران، وأم بناتي من التعاليق، وأمتو الله تاهي من التعاليق. تنتمنى لكم حظ سعيد في الشهر الماجي إن شاء الله، را كل شهر المسابقة مازال مستمرة، واللي ما ربحوش دابا يربحوا إن شاء الله الشهر الماجي، علاش لا. بصحتكم وبراحتكم، وإن شاء الله تواصلوا معايا في الرقم ديالي ديال الواتساب باش تعطيوني العنوان ديالكم فين نرسل لكم الهدايا ديالكم، الهدايا مضمات، كل وحدة غادي تاخذ مضمة. إن شاء الله الشهر الآخر يكونوا جائزة أخرين، وفي القناة الأخرى راه تاني غادي تكون جائزة، جائزة. بصحتكم وراحتكم، ودابا غادي نخليكم مع صور من الكتالوج ديالي، الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة.